أيها الإخوة، ستبقى قضية تحريك القلوب بالعبادات القلبية من يعني أعظم أسباب التقدم، لأنك إذا رجوته وخفته وتوكلت عليه ورضيت بحكمه وشكرته وصدقت معه وأيقنت به ووثقت وتبت إليه وأحببت وأنبت إليه وذكرته وخشعت له وراقبته، فلا شك أن هذا سيؤدي إلى مقدار عظيم من التقدم. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوب الأمة. قال: فهذا كرز بن وبرة يضرب به المثل في التعبد، وكهمس وبن طارق يختمون القرآن في الشهر 90 مرة، وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن في القلوب أرفع. لأن يبقى هناك غير العبادات، أعمال القلوب مهمة جدا وعظيمة جدا، ولا بد من التأكيد عليها في كلامنا عن موضوع التقدم. والهمة، علو الهمة، هذه صفة عظيمة للمتقدمين، إن الله تعالى يحب معالي الأمور. والقلب الذي رفعه الله لا يزال جوالا في البر والخير ومعالي الأمور، وليس في السفليات ولا في السفاسف. منهم عقله يجول عند العرش وآخر في الحش، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والتقدم والتأخر فيها تفاوت، يعني هو كلام القيم الذي مضى قال: يتقدم ويتأخر ويبطئ ويسرع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الشرة النشاط والهمة والقوة، الفترة الضعف والسكون والنزول. من كان حين نزوله وضعفه قائم بالواجبات تارك المحرمات فهو على خير، فقد أفلح كما في الحديث: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فالفترات تتخلل حياتنا، الفتور يعني، ولكن ما الذي يعالجه؟ إذا رأيت قلبك مقبلاً أعطه، النفس مقبلة أعطها النوافل مع بعد الفرائض، إذا رأيت فيها إدباراً ألزمها بالفرائض وترك المحرمات، على الأقل لا ينزل عن هذا المستوى. إن للقلوب شهوة وإقبالا، يقول مسعود: وإن للقلوب فترة وإدبارا، يعني فتورا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، يعني بمزيد من الطاعات، ودعوها عند فترتها وإدبارها، يعني بحيث لا تنزل عن الواجبات وترك المحرمات. صاحب الوقفة، يقول ابن القيم: إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير، فهذه وقفة سير لا تضر. بمعنى أن بعض الناس يقول: طيب الآن ما عندكم استجمام، ما عندكم ترفيه، ما عندكم يعني تسلية بريئة. نعم يوجد، لكن ما هو القصد منها وكم مدتها؟ إن قلت أقصد منها أن أجم نفسي لتزداد نشاطاً وتعود إلى الطاعات بهمة، فنقول هذه وسيلة لمستحب ومشروع فهي مشروعة. وإذا قال: لا، أنا الترفيه لأجل الترفيه، أنا والله ما أسوي ترفيه بنية العودة للعبادة بنشاط، فليس في الدين الترفيه من أجل الترفيه. وإن قال: أنا يعني 90% ترفيه و10% عبادات، هذه نسبة مختلة. فإذا كم وما هو القصد منها؟ والإنسان قد يدخل في عوالم من الترفيه لكنه في الحقيقة يغرق فيها، يغرق فيها.
أيها الإخوة، لا يصح للإنسان أن يظن بنفسه أنه متقدم دائما، وهذا يعني حسن الظن بالنفس يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها الإعجاب بالعمل، الوقوف عن التقدم، بل التراجع، ولا يدري كيف تكون الخاتمة. ثم في ناس تقدموا ثم نزلوا انحدروا انتكسوا ماتوا على هذا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، نعمة ما هي سهلة، آتيناه آياتنا، حفظ وفهم وعلم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك من أعظم أسباب التقدم أيها الإخوة الثبات. لا تتخلف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تترك منهج أصحابه، ولا تعدل عن منهج سلف الأمة، والله هو التقدم. وكذلك قد يزخرف لك بالقول شيء مخالف فلا تلتفت إليه. الطنطنة لمنهج منحرف أو صاحب تمييع، وأن ترى ثناءات منشورة له لا تعني شيئا. من الناس من يسب ويشتم وهو متقدم، ومنهم من يثنى عليه ويمدح وهو متأخر. ولذلك العبرة ما هي بثناء أي شخص، العبرة بثناء أهل العلم والإيمان. فالصحابة لما أثنوا خيرا على جنازة وأثنوا شرا على جنازة قال وجبت. أنتم يا أصحابي أو يا معشر المؤمنين شهداء الله في أرضه. فالعبرة بثناء أهل العلم والإيمان.